تكون. أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معاكم والأهلي في كل مكان، وأصداء هذه المشاركات للأهلي عربيا وأفريقيا ودوليا، وحجم الحفاوة التي نجدها في كل مشاركات الأهلي خارج مصر في أي حدث رياضي أو كروي عربي أو أفريقي أو دولي، فضلا عن قضايا كثيرة جدا نتحدث عنها، مشكلات موجودة في الوسط الإعلامي الرياضي والوسط الكروي الرياضي، كيف نتجاوزها، كيف نحقق الأفضل والتأثير الأفضل على الجماهير وعلى محبي الأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي، عودة الجماهير كيف تتحقق، وما هي المعايير الموضوعة أو المطلوبة الالتزام، أيضا مطلوب الالتزام بها في الفترة القادمة عشان نوصل لأفضل نتائج تودينا أو توصلنا بأسرع طريق ممكن لعوائد أفضل، أرباح أفضل، استثمار رياضي أكبر، حضور جماهيري واستمتاع أكثر بالمناسبات وبالمباريات وكل ما يتعلق بالبطولات الرياضية وبطولات كرة القدم على وجه التحديد. اسمحوا لي أرحب بضيفنا في الاستوديو، الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفة اليوم السابع الأستاذ عصام شلتوت. مساء الخير يا أستاذ عصام، وأهلا بحضرتك. ربنا يخليك أستاذ محمد، منور، وطبعا يعني بنورك يا أستاذ عصام، ربنا يخليك. في بيتك قناة النادي الأهلي، قناة كل الأهلاوية فعلا، البيت الكبير، يا رب دايما كالعادة تبقى متألق، ربنا يخليك عليك بوجودكم معانا يا استاذ عصام. جمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو ده الباور الحقيقي زي ما الكابتن محمود الخطيب دايما بيقول، وكابر عن كابر، مش بس الكابتن ربنا يديله الصحه، لكن الكل يؤكد ان هذا هو راس مال النادي الاهلي. بشكرك يا استاذ عصام، ودايما يعني من نجاح الى نجاح النادي الاهلي، النادي والقناه وفريق الكره وكل الكوادر الموجوده في النادي الاهلي اداريا ورياضيا، بوجود كل المحبين زي الكابتن عصام، كل المحبين لهذا الكيان العريق النادي الاهلي بتاريخه وبطولاته وانجازاته، واكيد حضرتك تعلم طبعا وحضرتك واحد من المحبين لهذا الكيان والداعمين له، ان الكل ما يقدرش يتاخر عن النادي الاهلي او عن قناه النادي الاهلي في اي وقت، وانه بيسعدنا جميعا المشاركه. يعني شوف، يعني في صوره عبقرية، يعني يا ريت الزملاء لو جابوها لنا، اليوم الذي التقى فيه رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة مع السيد اللواء رئيس الهيئة الهندسية، وكيانين كبيرين في المحروسة العظيمة جنبا إلى جنب، علم مصر وراية النادي الأهلي وكابتن خطيب وسيادة اللواء قاعدين. الحقيقة هي دي كبارة مصر، هي دي الحالة اللي بنقول عليها قوتنا الناعمة، وعشان كده مع الأشقاء للأهلي، وأنا مصر على مصطلح النسخة الأصلية، لأنه هناك أهلي في كل مكان في الوطن العربي. قدامنا اللقاء على الشاشة اللي حضرتك بتتكلم عنه. بالظبط، لما تشوف بقى القعدة البروتوكولية، يعني لما جلس الرجلان معا، هتلاقي فعلا علامتين كبار قوي، علامتين كبار قوي، طبعا علم مصر في كل الأحوال جنبا إلى جنب مع واحدة من الرايات الأكثر أهمية، هرم من أهرامات الوطن العربي الرياضية، والدليل ان النسخة الاصلية لاكثر من ربما كام يا شباب، 14 15 اهلي، يعني في دولة واحدة هي نصنا الثاني السودان الشقيق، يوجد ثلاث او اربعة اهلي كمان، مش بس اهلي واحد. هنا مكمن الحكاية، او من هنا بدأت الحكاية، وبالتالي هي دي الصورة، وبالتالي وبروتوكول تم توقيعه، واتفاق تم طبعاً للتعاون بين الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وبين مجلس اداره النادي الاهلي، والتوقيع من على الانجاز، لانه من الاهم ان تكون متسق مع ذاتك، وبالتالي انت لست بقبل عمليه تجاريه بحته، يعني انت مش بتبحث عن مقاول وخلاص، والدليل انها من المرات القليله التي ياتي مجلس اداره في النادي الاهلي، قد تكون متكرره، لكن عموما بجدول زمني لبرنامجه الانتخابي، يعني الناس فعلا اذا كان هناك ما هو ابهار مع اعلان كابتن محمود الخطيب وقائمته عن برنامجهم الانتخابي، كانت الدلاله التي ابهرت الجميع هي الوقت والتوقيتات، ان انت تقول في خلال ثلاثه شهور سيكون هناك واحد اثنين ثلاثه، في خلال سنة واحد أربعة خمسة ستة، عامين يكون كذا وكذا وكذا، هذه هي عادة النادي الأهلي التي نقل عنها الجميع من النسخة الأصلية ما يمكن أن يكون طموح، وبالتالي نتج شراكة المحبين بقى. لما تشوف هذا النهم في
الحب والإخلاص مشاركة مع الأشقاء في السعودية وأيضا مع مشروع القرن أو الحلم الأهلاوي العربي المصري. هتلاقي فكرة المدينة الترفيهية وضمنها استاد النادي الأهلي برأس مال عربي 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 عربي، يعني عربي سعودي، عربي إماراتي، عربي مصري. وبالتالي هذا هو الأهلي دائما ما يقود. محدش يا جماعة ياخد الكلام ده ويشعر انه ده لانه الناس عايزة تقول عن النادي الأهلي. النادي الأهلي اتقال عنه وهيتقال عنه وبيتقال عنه، وهتفضل الحكاية يعني جزيرة الحمر، هتفضل زي ما هي كده. ولكن هذا هو الجديد، الجديد أن تستثمر عربيا، الجديد أن مصانع الرياضة وفي القلب منها صناعة كرة القدم تكون بأيدي عاملة ورأس مال عربي هذه المرة. أضف إلى ذلك حالة حب بقى بين الشركاء. طب عايز نجاح بعد كده إيه؟ وكلنا شفنا مباراة فؤاد أنور، واحد من ألمع النجوم العرب السعوديين طبعا، وكيف كانت الاستثمار بقى. بمعنى خلي بالك الأشقاء في السعودية من قرابة العام الدولة امتلكت إرادة، هم ماشيين في احتراف الحقيقة يقترب من النموذجية، خلينا ندي الناس حقها. ومن ثم بات ملحا عليهم انه الدول الكبرى التي تنهل من البترول اكيد هتبقى السلاح ده خلاص قرشت ملحته بالبلد. ومن ثم هناك قرار سعودي معلن أن كرة القدم صناعة حقيقية يمكنها أن تحقق عوائد لعموم المملكة واقتصادها. هذا هو ما نطالب به أن يكون موجود على أرض الواقع في مصر، وهذا هو ما يدفع الأهلي هذا الاهتمام الكبير بتطوير دوري المحترفين. وبالتالي على مدار تطوير دوري المحترفين الآن الذكاء والاحترافية حولت الدولار لجنيه مصري واحد، بمعنى أن تستبدل الفئة الثالثة من الكولومبيين والبرازيليين والأرجوانيين وزي ما أنت عايز تقول قول من كل الجنسيات بالنجم المصري. النجم المصري الدولار عنده بجنيه، إذا دفعت 30 مليون جنيه لنجم مصري كان يمكن أن تدفع 10 مليون دولار، اضربهم بالعملة السعودية أو أي عملة هتلاقي هناك فرق. قبل الفلوس كمان المستوى. ثانيا أنت أعددت أول حالة احترافية، جماهير عربية مصرية، جاليات عربية أخرى تحب كرتنا المصرية، حدث ولا حرج. ومن ثم تمتلئ الملاعب السعودية باحترافية وحب وعمل مشترك. هل كلام حضرتك معناه أنك تتوقع التوسع في تجربة انتقال لاعبين وبورصة الاحتراف والتبادل في مجال كرة القدم بين مصر والسعودية على نطاق أوسع؟ عندما تجد قوتين عربيتين مصر والسعودية، السعودية ومصر، حطهم في الخلاط ستجد نفس مفاهيم الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي نتج عنه أن اللاعب من الاتحاد الأوروبي لا يمكن إعطائه رخصة زي اللاعبين وافدين من دول أخرى خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، صح ولا لا؟ أنا عارف أكيد. إن حضرتك عارف يعني بنقول لجمهورنا وبنأكد أنا وحضرتك. وبالتالي هيرفع يعني ما هو حواجز حدودية وجمركية وكذا، ما هيصنع بقى. وبالتالي زي ما بقول لحضرتك الأشقاء نبهاء، هيستثمروا كل مواطنو الدول كما يحدث في الدوري الإنجليزي. انت في الدوري الإنجليزي من كل بستان زهرة، ومن ثم اي جاليات موجودة، بالإضافة لانه كل العالم بقى بيتفرج عليه عبر البث المباشر. شوف نتاج ده، ها حضور جماهيري وتصوير مباريات قد ايه وإيرادات فلوس وكذا. العجلة مش هتدور هنا إلا لما الأهلي بيروح مدور مارش. كان الأهلي دائما سباق ويا جماعة كلامك مهم يا أستاذ عصام، وبيطرح تساؤل لو كان بالحسابات المالية، لأن حضرتك قلت بتسبقها الحسابات الفنية دايما يا جماعة، الحسابات المالية الريال مقابل الجنيه، الدولار مقابل الجنيه، قد تميل إلى بورصة انتقال أو في اتجاه انتقال لاعب مصري إلى الدوري السعودي. لأنه الأهلي ولكن الفنية. ولكن هل ممكن نلاقي وسط هذه التجربة التبادلية الاحترافية بين مصر والسعودية لاعب سعودي مميز يدخل فريق مصري بطل زي النادي الأهلي ويشارك في البطولة؟ أعتقد إنه دي الصفحة الثانية في الملف اللي بيتولاه المستشار تركي آل الشيخ، ألا وهو ملف تعميم الصناعة، صناعة الرياضة، لكن في القلب منها مصنع كرة القدم العربي. أعتقد إن دي يعني الملزمة الثانية في الملف، أن يكون اللاعب السعودي مستعد أيضا لخوض تجربة احترافية يظهر فيها في بلدان شقيقة.
طبعا هتبدا بمصر المحروسه اللي كلنا بنشوف حتى اشقائنا بقى في القاره السمراء من غير العرب، عرب الشمال، هو اصلا بيقول لك لا ساذهب الى النادي الاهلي او نادي الزمالك طبعا، وكذا بقى بترتيب الشعبيه لانها معبري الى اوروبا، في الحد الادنى معبري الى احتراف. انا بتمنى انه يدوم الحياه في الخليج وفي القلب منه السعوديه والامارات الحقيقه، محققين المعادله الصعبه، ومن ثم انت الترانزيت، انت منطقة تصدير اللاعبين، انت منطقة التجارة الحرة. ليه؟ عندك مناجم المواهب، لاعبين فئة أولى، بينما المستورد هناك طبعا في خلال التكوين كان الإخوة في الخليج سباقين بنجوم، بس كانوا يجيبوه كبير في السن لأنه المقام العالي بتاعه ريفيلينو في أواخر السبعينات في السعودية لجذب الانتباه نحو كرة القدم. لا الحقيقة الناس شغالة على الملف ده كويس، ومن حسن الطالع انهم يروا في الشراكه مع النادي الاهلي ما يضمن نجاح 100% لهذا الملف، منظومه التسويق لهذا طبعا الملف. طبعا ليه؟ انت معاك منتج جاهز للتسويق يا سيدي الفاضل، ومعاك شريك هو الاهم في المنطقه، وهو ايضا ضمن المنظومه العالميه عنده رقم في المعادله. واحنا بنتكلم بالارقام مش بالحب اللي عامي عينينا، بنتكلم يعني بالحقائق. بالظبط. وبالتالي هذه التجربه إذا كتب لها النجاح، الملف زي ما قلت قبل كده مهم جدا لأنه ليس بين الأهلي ونظرائه فقط، لكن بين مصر والسعودية، دولتين بالمشاركة مع الإمارات وباقي طبعا دولنا العربية هم الذين يتولوا الآن كل ما هو دفاع عن الوطن بقى في كل مناحي الحياة كمان، فما بالك لما تدورها من كل النواحي سياسة ورياضة وتستخدم قوتك النعمة. نعم. قبل ما ننتقل مع حضرتك